هكون امين مع حضرتك من ضمن المتغيرات مثلا الشهيره اللي احنا يعني اي حد بيدرس الف بيصل عارفها اللي بعد ثوره يناير كان اكبر ضربه خدناها اولى اللي هي بعد كده كل الضربات الباقيه جت وراها ان احنا اتفاجئنا الصبح بالاجانب بيسحبوا فلوسهم من اذون وسادات الخزانه اللي موجوده عندنا. اهلا وسهلا بحضراتكم وفقره جديده من فقرات اي كلام. خلينا نفكر حضراتكم بان فقره اي كلام فقره اسبوعيه بتستعرض هبدات المسؤولين والاعلاميين في مصر. كلامنا النهارده عن تقرير صندوق النقد وثوره يناير. قلت له حجم الخسائر المباشره اللي خسرتها مصر في 2011 كانوا وصل 400 مليار دولار، يعني 6 تريليون جنيه. ده خساره ايه 2011؟ فرصه وجود النظام الحالي لتطوير مصر كانت فرصه كبيره جدا، لا معارضه بتتكلم ولا اعلام بينتقد ومؤسسات دوله بتخدم على افكاره بس. وبحسب كلامهم مصر اخذت اكتر من 23 مليار دولار منح و8 مليار ودائع وفك وديعة حرب تحرير الكويت وتفاوضت واستلمت على 12 مليار من صندوق النقد الدولي. وبالرغم من كل ده لسه بيتهموا يناير انها سبب اللي مصر فيه حاليا. جت 25 يناير 11 ضيعت البلد. بيزعلوا قوي الكلام ده، بيزعلوا. مفيش هجوم الا على ثورة يناير، فبالرغم من كم المليارات الكتير اللي استلمتهم مصر سالفة الذكر ما قدروش يعوموا، لسه بيعلقوا على الشماعة يناير وبس. طلع صندوق النقد في تقرير من كام صفحة قال لهم دي الحقيقة. تمر الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير على المواطن والاقتصاد المصري بسحابة محملة ومثقلة بالأرقام والمؤشرات السلبية التي خلفتها هذه الثورة منذ انطلاقتها. الهجوم على ثورة يناير كان إيمان واعتقاد لكل من أيد النظام الحالي. كانت شماعة منطقية ومناسبة يحطوا عليها كل التراجع الاقتصادي في مصر، بل إن في أشخاص تآمروا على الاقتصاد كنوع من العقاب للناس عشان ما تعملش كده ثاني. من الموضوع اللي هو يعني بنتكلم فيه بالصدفة، لأن المصنعين والمصدرين دول بعد 2011 الظروف الاقتصادية اللي البلد مرت بيها نتيجة إنه البلد متوقف، الإنتاج متوقف، الناس في الشوارع، الناس داخلة في حوارات كتيرة جدا. كل الأرقام اللي كان بيتكلم فيها الاقتصاديين طلعت في شنك. وطبيعي انك تقتنع اكتر بروايه الصندوق لانه مش ضد البلد وبيهاجمها، بل ان بينهم علاقات وقروض وغيرها. طلعت المريض من غرفه الانعاش واصبح المريض قادر. يعني مصر كان في غرفه انعاش. اه طبعا في الفتره دي احنا كنا بقول لحضرتك معدل النمو ناقص 1.5%. بعد سنين من الثوره ربنا اراد تظهر الحقيقه ويبان ان التراجع الاقتصادي مش بسببها. تقرير تاريخي من صندوق النقد اعاد الامل لكل من شك لحظه ان ثوره يناير كانت سبب خراب مصر. لحد هنا خلصت فقرتنا الأسبوع ده من أي كلام. استنونا الأسبوع اللي جاي وفقرة جديدة.